نعاود نأكد الناس اللي ابارامون دابا تقريبا الناس ما كيجيوش اللي نوفو زاريفون سوا ديزون نوفو زاريفون اللي عندهم لي فيزا ما كيجيوش حيت خايفين من الشتا والثلج بين قوسين. غالبا غيبداو الناس يجيو من لو بروشين مارس افريل ماي. شنو هما لي كونسيي نقدر نقول للناس اللي جايين؟ هو تبريباري اللاندينغ ديالك، تبريباري باش تبريباري اولا باش ما يخرجوش لك لي موفيز سوربريز في الطريق. تعرف الطياره اللي ترك فيها تمشي بكري، العبار ديال لي فاليز ديالك يكونوا كوريكت باش ما تسمعش الهضره ديال الناس احقار 27 يدوزوها لك 28 يدوزوها لك، يقدروا يدوزوها لواحد واحد وانت ما يدوزوهاش لك، يقول لك نقص منها ولا دبر ويعكسوا لك وتبقى شاد معاهم بزكار والطياره ما كتسناش. اللهم عندك 25 دير 25، دير الميزان، هذاك الشيء اللي درت انا في الدار وطيفت مع بايا 25 بس تبقى هاني، ماشي تقول يقدر يدوزني يقدر ما تدوزنيش. دير لي فايز 25 ديالك وعرف. بحال مثلا إذا كان عندك مثلا دو فول، الفول الأول مع إير كان إير ماروك وفول الثاني مع إير كندا، إير كندا راه كتخلص على أي فاليز مثلا، خاصك دي معاك. هما ما كيشدوش الكاش، كيشدك لا كارت، دي معاك كارت انترناسيونال ولا كارت فيها باقي فيها لا دوتاسيون باش تخلص بلا كارت، وتعرف وتخلي واحد تساع ديال الوقت. مثلا إذا كان عندك خاصك دوز عند لاجون دي ميغراسيون وعندك طياره اخرى في موكتون، تخلي تساع ديال الوقت شي 5 سوايع ولا 10 سوايع ولا 8 سوايع ولا تبات في موريال عاد شي طياره اخرى، ما تزحمهاش، فهمتي؟ ساعتين ولا 3 سوايع راه ما قداش. هذه هي البريباراسيون اللي خاصك دير باش ما يخرجوش لك لي موفيز سوربريز. وهانت جيتي عاوتاني لمونكتون، جيتي لهنايا، اشنو غادي دير؟ واش غادي تسناك شي حد؟ واش غادي تعرف راسك تشد طاكسي؟ واش غادي تجيك شي اسوسياسيون تهزك؟ فين تمشيك؟ واش عندك اير بي ان بي ولا كاري ليك ولا اوتيل؟ اير بي ان بي خاصك تشد على الاقل واحد 15 يوم، على الاقل كنعرف ناس شدو شهر 40 يوم تبقى هاني. هانتي الا جيتي مثلا في الوقيت اللي كيجيو الناس كاملين، لوفر ديال الكرا قليل، صافي دير انك تقدر تبرك سيمانه جوج سيمانات ما تلقاش الدار. ها انت دابا وخاصك تخرج من اير بي ان بي حيت مكريه من بعد 15 يوم اللي شدي انت، غتخرج فين تمشي؟ سجل كان معاك الوليدات معاك، الوغ فوميو انك تكري اير بي ان بي شهر ولا 3 سيمانات ودير غوشيرش اكتيف على الدار، وتبقى هذيك اير بي ان بي فيها مثلا واحد سيمانه ولا 4 ايام ولا يومين، ماشي مشكل. حط حوايجك تما او ميم طون راك كريتي دار وبقيتي هاني، وكتبقى مره كدير ليها شي حاجه وتتحول المسائل على خاطرك. ومن بين الحوايج اللي خاصك توجد هو شنو هما لي بروسيدور اللي خاصك دير. سيرفيس كندا خاصك تاخد النيميرو دانز، شنو النيميرو دانز اش كيطلبو، شنو هما الوراق اللي كيطلبو ليه، غادي تمشي سيرفيس نو برانزويك تدفع الميديكير، شنو هما الوراق اللي كيطلبو، الكونترا دبي اللي سينيتي، ولا ما عندكش كونترا دبي شنو خاصك دير بلاصتها. هادو هما الحوايج اللي خاصك تعرف، خاصك تبريباري. خاصك عارف بزاف الناس جاو داخو حيت ما عارفينش هادشي، ما موجدينش ليه. دخل لي جروب ديال الناس اللي ديجا تما ولا اللي نوفو زاريفون ولا الناس اللي بحالك، غادي هذا تبادلوا المعلومات وتبادلوا لي كونيسونس، اللي عنده شي معلومه يكمل الاخر. هادشي باش درناه هنايا. حنا كنعرف كنعقل واحد الجروب درناه في 2018 18 19 20 21 22 5 سنين أولينا عائلة، وباقي الحمد لله راه كنا مع حنا كنا كنا
كنا نوميناسيون وبرنزويك، حتى انا باقي المعرفة مزيانة. اللي ما عرفش حاجة كي 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 كيوريها كي كي يقولها الاخر وغادا هكداك. حاجة اخرى هو تبريباري تبريباري الكارير ديالك، الخدمة شنو غادي دير. واهم حاجة بالنسبة للناس اللي عندهم وليدات يبريباري لهم فين غادي يقراو. مثلا انت ما يمكنش تعرف نتايا ولادك فين يقراو الا ما عندكش الكونترات باي. انت خاصك تعرف فين غادي تسكن عاد تعرف فين تقرا وليداتك. هذا هو المهم. اذا عرفتي خاصك تدخلهم يقراو، وغالبا تدخلهم الفرنكوفون باش يتانتيغراو دغيا. الفكرة انك تدخل ولادك الانجلوفون، راه انا ما عنديش وليدات ولكن ما كنحبدهاش، ما كان كانت كاينين شي ناس تلاقيت معاهم بغاو يدخلوا ولادهم الانجلوفون، تيقول لك انا ولدي واعر في الفرنسي، ما عنده ما يزيد الفرنسي، اصلا الفرنسي ديال هنايا ما فرنسي ما والو، علاش غادي يتكلخ بالفرنسي، دخلوا لونجلي. اش يطرا الا دخلتي لونجلي؟ الا دخلتي ليه لونجلي، دخلتي ليكول اونجلي، غادي يولي 100% انجلوفون، غادي يولي طياره في لونجلي سي فغي، ولكن ما غاديش يكون بيلانك. المهم في هذا الفيلم كامل هو انسان يكون بيلانغ. وهاد القضيه غادي تلحقوا عليها منين بداو تقلبوا على خدمه، منين غادي تجي تبدا تقلب على خدمه، اللي تلقى لي بوست كلهم بيلانغ. ولا كيقول لك بيلانغ از اساس، زعما ستان بلوس الا كنتي بيلانغ. الا قراو لونجلي راه يشدها لونجلي، الا قرا في مدرسه فرانكوفون غادي يلعب مع الدراري بلونجلي، وغادي تصنت التلفازه بلونجلي، وغادي تصنت لونجلي في الحياه العامه، وغادي يكون انجلوفون نحيت ولا يدري، وغادي يقرا الفرنسي. وانت يا دراري طلع بيلينغ، اما الا دخلتي الانجلوفون غادي انت ما غاديش دوي معاه بعدا الفرنسي في الدار، وما غاديش يقرا الفرنسي في المدرسه، اذا ما غاديش يشد الفرنسي. لذلك انا كنصح الناس اللي عندهم وليدات دخلهم، هادشي اللي كيديروا بزاف ديال لي نوفو زالون، كيدخلوا وليداتهم للديستريكت فرانكوفون اللي قريبه ليهم الدار. حيت ما تعرفش فين تقرا ولادك الا ما كانش عندك الكونترا دباي، فين انت ساكن، تشوف الديستريكت اللي تابع ليها، وتشوف المدرسه اللي قريب لها. هذا هما الاستعدادات اللي خاصك دير. زيد عاوتاني على البلان كارير ديالك، اشنو غادي دير نتايا ملي غادي تجي. انا شخصيا لاقي مشكل مع 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 باهيه، لان باقي ما عرفاتش اش غادي دير. وهذا السؤال ملي كنا في المغرب وانا كنقولوا لها اشنو غادي دير، اشنو غادي، واش غادي تكملي في الدومين ديالك، واش غادي تقراي، واش غادي ديري تبدلي الدومين. حد الان باقي ما عرفاش بالضبط. سي فغي ان نو برانزويك ولا مونكتون لي بيرسبكتيف قلال في شي دومين سبيسيفيك، بحال مثلا شي دومين سبيسيفيك، مثلا لاندستري فارماسوتيك مثلا ما كايناش هنايا، مثلا شي دومين اللي كاينين الدومين اللي كاينين في المدن الكبار، مونريال، تورونتو، فانكوفر، بحال داكشي هما اللي فيهم هذاك الدومين. شنو خاصك دير ديك الساعه؟ خاصك تدور مع الوقت. قال لك الراس اللي ما يدور كوديا، خاصك تدور مع الوقت، تشوف المارشي شنو فيه، دير فورماسيون في المارشي، في لي زوفر اللي كاينين هنا. بحال مثلا كاين اسيستونت ميديكال، كاين ديك لاسيستونت دونتير، كاين فارماسوتيك، كاين فارماسيان، اسيستون فارماسيان، بحال هادو موجودين هادو. اذا هادو من بين الاستعدادات اللي خاص الانسان يديرها، هو انه يوجد يدير بلان كارير ديالو. هو اش انا الا مشيت تما اش غادي ندير؟ تقدر دير حاجه، وانك دير فورماسيون اونلاين، فورماسيون اونلاين في الدومين اللي باغي تقرا فيه. كاين دي فورماسيون اونلاين، مثلا كنتي في الاي تي مثلا، دير في
كان دي زاتيساسيون كيعطيوها جوجل ولا مايكروسوفت ولا شي حاجه بحال هكا. كاينين شي دي فورماسيون ما كيحتاجوش البراتيك، تقراهم غير اونلاين وكيكونوا غوكوني، كتكون الفورماسيون دايرها دي زانستيتو، دي زانستيتو كنديان اللي معترفه بهم، اللي زتابليسمون كنديان معترفه بهم. بحال مثلا انا قلت غادي نمشي غادي نبدا في لاكويزين، درت واحد الفورماسيون ديال فود سيفتي، كيفاش تمانيبيلي الليمون هذا وكذا شي، كدوز واحد الامتحان فيه 100 سؤال كتنجح، كيعطيك واحد وفورماسيون كتعرف شي 25 دولار كتنجح كيعطيك هذيك. فاش تقلب على لي زوخ دومبلوا ديال لاكويزين كتلقاهم كيطلبوا هاد السيرتيفيكا، فهمتي؟ هذا مثال انسان يقلب على لي سيرتيفيكا او اللي عنده غولاسيون بالدومين دو ترافاي ديالو هو. حاجة أخرى، الاستعدادات اللي خاصك دير هو تكاد السي في ديالك اون اونجلي، ياك السي في ديرو بلونجلي، تكري كونت في لينكدين، تكري كونت في انديد، و دير ريزوطاج ديالك، دير ريزوطاج ديالك في لينكدين وانديد. كاع الناس اللي بحال مثلا نتايا غادي تجي لمونكتون، انت مثلا اي تي، في اي تي خدام في الاي تي، دير ريشيرش اي تي، اي تي مونكتون، ودي سيليكسيوني بيرسون، يعطيك كاع لي بيرسون اي تي اللي كاينين في مونكتون، وتبدا تقصها وجهك وتبدا تاجوتي. مثلا يقدر مثلا لينكدين ما يعطيكش لوبسيون باش تاجوتي الناس الا ما كانش عندك كونت بريميوم. اش غادي دير؟ غادي دير اسي كونت بريميوم. فاش كدير اسي كونت بريميوم كيعطيك شهر فابور، ولكن خاصك تدخل الكونت بونكير المسائل ديالك، غادي تدخلها ولا الكونت فابور، ولكن عندك تنسى ما تريزيليش لذاك الكونت، عندك تنسى ما تريزيليش داك الكونت. انت الى 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 ما ريزيليتيش داك الكونت قبل من شهر كيقطع عليك لابورمون ديال عام، ما عادش 200 دولار ما عادش شنو. في داك الشهر كيعطيك كتستافد من لي زافونتاج ديال كونت بريميوم، كتبدا تاجوتي الناس اللي عندهم علاقه بالدومين ديالك، كتشوف كيعطيك بزاف ديال لي زوبسيون انك تصيفط لي زيميل للناس وكذا، وهذا شي حوايج ما يمكنش يعطيهم لك كونت نورمال في لينكدين. تصيب كونت عاوتاني في الانديد، تا هو انديد راه خدام بزاف في كندا، بعكس في المغرب انديد خدام بزاف في كندا، وكيفيه لي زوفر بزاف، فيه لي زوفر بزاف. او سيرتو لونغلي، هادي اهم حاجه كنقولها وكنعاودها، بنادم يخدم لونغلي ديالو مزيان مزيان، فهمتي؟ خدم لونغلي ديالك، كل ما خدمتي لونغلي ديالك كل ما تعاونك بانك تلقى خدمه بلي فاسينمون. و بنادم فاش يجي يعول على حاجة أنه غادي يخدم أي تو خدمة، هاد الاستعداد الذهني اللي خاصك ديرو في دماغك هو هذا، ودير لي سيونس دو فورماسيون مع لي زورغانيزم ديال بخي أغيفي. كاينين بزاف ديال لي زاسوسياسيون ديال كيهتمو بالناس اللي غادي يجيو، كيديرو معاكم دي سيسيون د سيسيون زوم، كيعرفوكم بال مونكتون بنيو برانزويك ولا بكندا اون جينيرال، و سيرتو لي زاسيس لي زوكانيزم اللي كاينين في نيو برانزويك، كي كيشرحو لك السيستيم ديديكاسيون اللي عندك الدراري، سيستيم دومبلوا كي داير، السيفي كيفاش هذا، الفرق ما بين السيفي هذا والسيفي كنديان بحال هادي. و سيرتو كي 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 كيهيئوك نفسيا بانك تجي لكندا، نفسيا بالنسبه للبرد، نفسيا بالنسبه انك ما تلقاش خدمه اللي باغي، فهمتي؟ نفسيا انك خاصك تبدا من تحت عاد تطلع، هادو هما الحوايج اللي كيهيئوك. وفعلا هادشي اللي كاين،
هادشي اللي كاين. الا جيتي تخدم هنا في كندا ما كنتي مثلا ديريكتور ريجيونال كوميرسيال انترناسيونال ديبارتومون شي حاجه، كتجي هنا كتخدم كتهز وكتحط، فهمتي؟ عادي. وهذا راه ما ماشي مشكل بالنسبه للكنديين. الكنديين راه ما عندهمش حس المشكل مع هادي، راه ما كيكون ديريكتور وكيدير دي طاش اللي هما مانيوال ديال اي واحد كيديرها، ما عندوش مشكل. هذاك العقد النفسيه اللي عندنا ما عندهمش هنا. المهم بنادم خدام، هذا هو المهم، وهذا هو اللي خاصك دير بالك انك تجي تقدر تخدم اي خدمه، وبشويه بشويه تتقاد. المهم هو تدخل، المهم هو تدخل شي اورغانيزم مثلا نتايا جو سي با اغاش، وخدموك انك مثلا تضرب شطابه في ديك السوسيتي اللي انت كتفيزي ديك الاغاش. ان فوا كتدخل ديك السوسيتي راه كتولي تبوستولي اون انترن، صافي. دا ان الى طاح شي بوست كيسبقوا الناس ديال الشركه هما الاولين. انت كتضرب شطابه في ديك الشركه وطاح بوست ديال اسيستون اغ اش، كدفع انت، هو انت الاول كيقبلوك. هذا هو لافونتاج. بنادم يفكر بحال هكا، هادو هما استعدادات الانسان اللي والاستعداد ديال البرد بطبيعه الحال. البرد الا كنتي غادي تجي في ديسمبر ولا في هذا راه توجد تجي معاك حوايج وتجي معاك هذا، ما تجي في مارس ولا افريل راه الحال غادي يسخن، ماشي مشكل. هادو هما وخاصك تساعد انك ما تبقاش تحسب بالدرهم، فهمتي؟ حتى هذا مشكل، فاش كتبدا يلاه كتجي كتبدا تحسب بالدرهم كتجيك قضيه غاليه، وكتبدا تقدر تعزم واحد شويه تقول المعيشه غاليه في كندا وهادي مساويه بزبات فلوس، هي دايره مثلا 3 دولار، كتقول اه دايره 240، حنا عندنا في المغرب دايره 3 دراهم، ماشي بحال، فهمتي؟ بنادم ما يحيد من دماغو هاد الكونفرسيون ديال الدرهم دولار. انت جيتي دابا خدام بالدولار، كتخلص بالدولار، كتحسب بالدولار. مثلا غتمشي تحسن. بحال انا بزاف الناس عندهم مشكل بالحسانه ديال سيرتو الدراري، جاتي الضحكه عاد كتفكر. مثلا كتمشي تحسن، انا شخصيا كنحسن ب 25 حتى 30 دولار. الى حسبتيها غادي تلقى 30 في 3 هي 200 درهم، 210 درهم. طيب كيفاش غتحسن انت ب 200 درهم؟ حنا في المغرب كنا كنحسنو ب 30 درهم الى كاع، وهاديك 30 دولار هي 30 درهم. انا بالنسبه ليا وجي والله اعلم، ناس خداوها من اسيرة خلاوها المصريين، شراو طوندوز وكيضربو هذاك. انا ما كنعرفش وما نقدرش، وعندي مشكل مع الطوندوز كنحملهاش. هاد القضية ديال الكونفرسيون الدرهم ما تحيدوها من دماغكم. خدام في كندا بالدولار كتحسب بالدولار، جاتك شي حاجة غالية ما تشريهاش، جاتك شي سيرفيس غالي ما تاخدوش، وبقى هاني. هادو هما أهم استعدادات اللي الإنسان يقدر يديرهم. وبالنسبة لي فاليز، رجعوا لي فاليز، من الأحسن إلا كان ممكن دير كتب اون ليست ديال كل فاليز شنو فيها، باش بنادم يسولك قول لي هاد لافايز ها اللي فيها، وهاد لافايز ها اللي فيها، يقول لك شنو فيها، قول له فيها حوايج، يقول لك شنو فيها، فيها كذا وكذا وكذا، وكتبقى هاني ديك الورقه ديرها. في حاجه اخرى، الا كنتو جايين حاول ما امكن تشري واحد دوك لي بانان، راك تشري وحده في ديكاتلون، كتبها في ديكاتلون، ماشي اللي كدير هنا في الكرش، لا دايرها بحال كتسد ديك السداده ديال الفردي، وكتبقى هنايا. ديروا فيها الباسبورات، ديروا فيها الاسبيس، ديروا فيها المسائل اللي مهمه، ديروهم هنايا بورتابل، فهمتي؟ ولبس على هاد الجاكيطه، وتكون لابس سبرديله، الطالون ما عندك ما دير به الا كان حنت المطار في عجري، شي سروال خفيف وسبرديله، وتوكل على الله. حنت عارف هاد الفيديو غادي يبغيو الناس يعرفوا هاد الحوايج اللي بالنسبه للناس اللي جاو يبغاو يستافدوا منهم. وحاول انك تفهم، تكون عارف عندك تراجي بين
الطياره الاولى في هذه الساعه غادي تحطنا في هذه الساعه. الان باتوا ليله في موريال، لي فاليز هكا لي فاليز، راه كاين بيرو دو فاليز في الايروبور ديال موريال، كتخلص عليه واحد 10 دولار الفاليزه وحده، كتخليهم عندهم اوليو باش تهزهم معاك وديهم وتجيبهم، كتخلص ما تقلش 10 دولار الليله انا ما اظن. تحط دوك لي فاليز الكبار، الا كنتو جايب لي فاليز كبار خليهم عندهم، وهزوها لي كل فاليز صغار اللي فيهم حوايجكم باش تبدل هذا، وديهم لوطيل ولا فين غادي تباتو في موريال، كيلاش تحولهم وتجيبهم. هادشي اللي درت انا، ومن الاحسن انا كنقول للناس اللي جايين، مثلا الناس اللي جايين غادي يديروا موريال مونكتون، يباتوا في موريال، هذا احسن حاجه، ويباتوا في شي اوتيل قريب المطار، وداك لي زوتيل اللي قريب المطار كلهم عندهم نافيت، عندهم طون داك بشيت كاميون ديالهم، كي كل ساعه كيهزو من لوتيل للمطار ومن المطار لوتيل. اشنو اخر عاوتاني؟ هذاكشي اللي خاصك تجيب، داكشي جيب داكشي اللي داكشي ديالنا جيبو، هو سي فغي كاين، سي فغي كاين، ولكن جيب. انا جبت معايا داكشي اللي قديت به، العطريه وداكشي ديال اللويزه واتاي وداكشي ديال وزيت العود وداكشي، كلشي جبتو دوزنا به اللي قسم الله. وابخي راه كتاخد من لهنا، سي فغي من لا كاليتي ديال لهنايا ماشي بحال، ولكن الحمد لله كتقضي بها، كتقضي بها ترجع عاوتاني شي مره اخرى وتجيب داكشي ديال المغرب. عندك داكشي ديال المغرب ما كاينش بحاله في الحقيقه، ما نكذبوا على الله، داكشي لا كاليتي ماشي بحال. جيب معاك داكشي اللي قديتي، زيت العود راه تقدر تجيبو، ولكن زيت العود ديرو في الفاليزه اللي كطلع معاك الطيارة، ما ديروش في الفاليز ديال اللي كتمشي الطيارة. شنو اخر عاوتاني؟ هادشي اللي هادشي اللي ممكن نقدر نقول لكم بالنسبه للاستعدادات. واهم استعداد هو الاستعداد الديني، بنادم فهمتي يستعد ذهنيا، واهم حاجه هو المفاهمه. الا كان جاي جوج الناس خاصهم يكونوا مفاهمين، حيت بزاف د الحوايج كيوقعوا في المغرب، كتكون واحد الريتم دو في اخر، فاش كتجي هنا كيكون واحد الريتم دو في واحد اخر. جو ميكسبليك، مثلا كيكونوا جوج الناس خدامين في المغرب وعندهم وليدات، دوك الوليدات غير حنا معروف عندنا، دوك الوليدات كتشدهم بوات الام ولا بوات الاب، فهمتي، كيبقاو هنا معاهم جدا ولا جده كيشدهم، حتى تيجيو والديهم من الخدمه وكيديوهم وهذا وهذا، داك السيكل دو في اللي كاين. فاش كتجي لهنا ما كاين لا باك لا امك لا خصك، كاين انتوما بجوج خاصكم تفاهموا كيفاش تجاريو هذا الشيء. هذا الشيء هو اللي كيقدر يدير كونفلي ما بين انا ما كنقولش انا كلشي، ولكن يقدر يدير كونفلي، حتى هاد لا جيستيون ديال حيت فاش كتجي لهنا عاد كتعرفوا على بعضياتكم ديال بصح، عاد كت حد ما كاينش اللي يعاونكم ولا غادي يدير لكم واحد الكود ما باش تربي ولاد ولا باش تعميناجي ولا باش كاين، انت خاصكم تقاسموا بيناتكم لي طاش سوا داخل الدار سوا خارج الدار. هذه هي النصيحه اللي نقدر نقول بالنسبه للكوبل. وعلى العموم الحياه هنا سهل من المغرب، وليدات كيقراو فابور كتوصلهم من المدرسه، ليزاكتيفيتي الخدمه مرخفه شويه، تا كاع الا خرجتي من الخدمه كاينه خدمه اخرى، ما كاينش المشكل، لي سوفونسيون ديال الدوله كيعاونوا شويه، فهمتي ما كتوقفش، فهمتي ما كتوقفش الحمد لله. هاد الشيء اللي كاين، نتمنى ان هاد الفيديو يكون فاد الناس اللي غادي يجيو ان شاء الله. الا كاين شي سؤال ولا كاين شي استفسار ولا شي واحد غادي يجي، مرحبا به، خلي لي النمره ولا يكتب لي في الخاص نجاوبو. وهاد الشيء اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.